السلام عليكم عزيزاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله نقدم لكم بيتزات فرديات بحشوة مميزة وطعم رائع. ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للعجين غنحتاجو هنا جوج كيسان كبار ديال السميدة ديال الفينو او دقيق القمح الرطب، تقريبا ما يعادل 200 غرام. وعندي هنا نصف كأس ديال زيت الزيتون، وهنا عندي 250 غرام ديال الدقيق الأبيض، وهنا عندي ماء دافئ لجمع العجين، ملعقة كبيرة ديال سنيدة أو سكر خشن، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة الخميرة المعجونة، وخمارة وحدة ديال الحلوة ما يعادل 8 غرام أو بيكينغ باودر. بالنسبة للطريقة، غادي ناخد هنا الإناء، غنضيف هاد الخميرة، ندوبها في الماء، ندوب هاد الخميرة هادي. وبالنسبة للمقادير نسيت واحد المكون اللي هو الحليب بودغ، يعني جوج معالق هنا كبار ديال الحليب غبرة. الا ما عندكمش حلوة غبرة تقدروا تضيفوا الحليب السائل. دابا غادي نضيف، ندير ملح والخميرة، غادي نعبر بالكاس، غادي ناخد كاس من دقيق الفينو اللي خديته من هاد الزلافة هادي اللي استعملت قبيلة، وغادي نزيد عاوتاني كاس ديال الدقيق الابيض او الفورس او الفارينة. ناخد هنا كاس واحد، غادي نضيفو على هاد الخليط، وغادي نخلطو بالماء دافئ، يعني هاد العجينة هادي ما غاديش تحتاج لا دليك لا والو، دغيا كتوجد وكتجي رائعة جدا. طريقة جد بسيطة، نضيف الماء مزال، صافي. دابا يا هاد الخليط هذا غادي نحتفظ به، نغطيه بلاستيك الغذائي، وغادي نخليه واحد المدة ديال 20 دقيقة حتى كيختمر وكيبانو فيه دوك الفقاعات ديال الخميرة، عاد غادي نكمل الطريقة. ها هو غادي نخليه دابا ديك المدة اللي قلت لكم، وفي الأثناء غادي نحضر الصلصة ديال هاد البيتزات هادو. الشلطة، الفلفلة خضراء وحمراء، خيزو والقرعة الخضراء محكوكين، وعندي هنا الكفتة أو اللحم المفروم مع الطون، غنخلطهم بجوج. وهاد الفلفلة غنخليها حتى الأخير، نضيفها للبيتزات ديالي قبل ما ندخلهم إلى الفرن. وبالنسبة للتوابل، ملقة ديال الخرقوم البلدي، الكمون، سكنجبير، تحميرة والملحة، وهنا شوية ديال العطرية ديال الشاورما غير باش تعطينا ديك البنة اللي بغا، يعني اختيارية ولا أي حاجة عندكم. وهنا عندي الربيع، القزبور والمكنوس فقط. كناخد مقلاة غندير فيها الزيت، نضيف البصل، الفلفله الخضراء، وغادي نخلي هاد المكونات هادو حتى كيتشكروا على عافيه جميله. وبالنسبه للصلصه الطماطم، غادي نحتاج فيها، هنا درت جوج مطيشات محكوكين، كنحيد الزريعه ديالهم وكنحكهم، ومع ملعقه ديال مركز الطماطم. نضيف هاد الخليط في هاد المقلاة، ومن بعد نضيف الزيت، ونزيد قليل من الملح، ومن بعد غادي
نديرو على عافيه مهيله حتى كي نحصلوا على صلصه طماطم اللي ندير البيتزا، يعني كتجي رائعه هذه الطريقه هذه. كنتمنى تجربوها ان شاء الله. بالنسبه للصلصه ديالي غادي نضيف نزيد عليها شويه ديال الربيع كما كتشوفوا، زبور والمعدنوس، وغادي نزيد عليها حتى شويه ديال الزعتر، حتى هو كيعطي واحد البنه رائعه. هذا الشيء اللي بقى ليا غادي نضيفه للعجن ديالي. دابا غادي نردها مازال على عافيه مهيله حتى تبقى صلصه ثقيله، نحيد منها هذا الماء ديالها باش نقدر نضيفها على العجين. بالنسبه للبصل ديالي والفلفل هانتوما كما كتشوفوا دبالو، يعني تشحوا ليا مزيان، غادي نضيف الخضر. نخلطهم ومن بعد نضيف التوابل. هذا الشكل هذا، وغادي نرجعو مازال على عافيه مهيله، نخلطهم يعني حتى كتلقى هاد الخضر حتى هي المرق ديالها بلا ما نضيف الماء نهائيا، باش كتجي لينا واحد البنه زوينه في هاد الحشوه هادي. ها هو العجين ديالي كما كتشوفوا خمر. دابا غادي نضيف باقي المكونات، نضيف هنا الحليب، وغادي نضيف ما تبقى لي من الدقيق. نخلط هذا، نخلط مزيان هكا، وغادي نضيف الزعتر حتى هو كيخلي واحد البنه رائعه جدا. الزعتر المهم قبل ما نكمل العجين ديالي، غادي نضيف الكفته لهاد العناصر اللي بقات. غادي نخلط هاد المكونات، وغادي نردو على عافيه مهيله، غنمعس هاد الكفته هادي باش تشرب ليا هاد التوابل وهادشي كله، ومن بعد نرجعو نكملو العجين ديالنا. ومن بعد نضيف الزيت، ونزيد الفينو، ونضيف الدقيق، نخلط، يعني هاد العجينه ما كتحتاج لا دليك لا حتى حاجه. نخلط ونستمر ونضيف الدقيق اللي بقى ليا من الدقيق، كنجمع هاد الدقيق غير باليدين ديالي كما كتشوفوا. نزيد مازال الدقيق، العجينة مازال تقيلة شوية، وغادي ندلكها. كنستمر في دليك العجين على هاد الشكل هذا، نرققوها شوية، يعني هاد العجين كيتجي رطب. العجين ديالي كيما كتشوفو كناخذ غير هاد طويصة هادي صغيرة، يعني كيجي الشكل ديالها على شكل ورقة هكا. غادي نطبع عليها باش تاخذ هاد الشكل الهندسي. صافي، وغادي نديرهم في اللاطة ديالي اللي غادي تدخل الفرن. نستمر ندير وحدة اخرى، تقدروا ديروا اي شكل هندسي عجبكم، ديروهم دائريين، ديروهم، انا غير بغيت نبدل شويه وصافي. كتجي على هذا الشكل هذا، غادي نديرها في اللاطه اللي غادي تدخل في الفرن حتى هذه نفس الطريقه، وغنستمر حتى نكمل هذا
العجين اللي عندي بنفس الطريقه. من السلطه ديالي غادي ناخذ فرشيط وغادي نثقب هذا العجين ديالي، ومن بعد غادي ندخلو الفرن يطيب نص طيبه، عاد غادي نضيف له الحشوه. هي الصلصه ديالي كما كتشوفوا راه وجدات نشفت من المرق، وبالنسبه للصلصه الاخرى ها هي حتى هي وجدات وحتى هي ناشفه من المرق باش نقدر نحطها على العجين ديالي. بالنسبه للخبيزات ديالي ها هما طابو ديال الصطيبه، هما كيجيو على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندير لهم الصلصه ديالي اللي وجدت، غادي ندهنهم بصلصه الطماطم بالشكل هذا. ندهن الاخرى بنفس الطريقه حتى كنعمرهم كاملين. من بعد ما دهنتهم بصلصه الطماطم، دابا غادي نضيف الحشوه ديال الخضار والكفته والبصله. غادي نضيف القياس اللي غادي هو بحال هكا، نزيد كتجي هاد الصلصه وهادي كتجي رائعه جدا، يعني في المذاق ديالها زوين بزاف. كنتمنى تجربوهم ايوا نستمر حتى كنكمل هاد الخبيزات ديالي كاملين، يعني ماشي هذه الكميه اللي كاينه، يعني مثلا عندي كميه اخرى غير هادو اللي كفاتني دابا فيهم لاطا باش ندخلهم للفرن. منين غادي نامرهم كاملين ندخلهم للفرن على درجه حراره متوسطه، دغيا كيطيبوا حيت ديجا العجينه طايبه نص طيبه، دونك غير يتحمروا شويه ونحيدوه. من بعد ما امرتهم هنا حضرت الجبن الاحمر فرماج حمر بكو، كنزيد لهم مزال شويه ديال الفلفله ملونه، يعني كتعطي مزال واحد المنظر، وحتى اللي كتعجبو يعني اللي كتعجبو كتحمر شويه في الفرن كتجي زوينه. نضيف هادو بالشكل هذا، ومن بعد نضيف الجبن صافي. نكمل لهم هاد الجبن هذا ومن بعد ندخلهم الفرن كما قلت لكم، ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي البيتزا من بعد ما طابت، كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه جدا. كنتمنى تجربوها وتعجبكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو مع العائله والاصدقاء، وتشتركوا في القناه بالضغط على المربع الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد ان شاء الله. وكنشكركم بزاف على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.